كيبان كي كتبان الطبيعة هنايا. شوف كيف كتبان مع الألوان وداكشي رائع. يلا تأنصرينا في هذه البلاصة الرائعة، واخا انا يا ما نشكر لكم هذه البلاصة ما غاديش نوفي فيها حق الصراحة زوينة. شوف شوف الضحكة شوف 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 الضحكة، بلاصة زوينة ان بون بلون اوريكا الصراحة شي حاجة رائعة. عبدو ما كذبش مني قال لي الحياة هنا ديجا الماء الخضورة الناس ظريفين طويجنات وداكشي، ما نعرفش فيكم نشارك معكم كلشي. المهم انا فرحانة اثمينة اثمينة زوينة، حنا سولنا حتى بغينا نسولو باش نشاركو معاكم زوين. طاجين قال لنا اللي هي 250 درهم في اكافاي، هنايا قال لنا طاجين 70 درهم 80 درهم ياك. عندهم طاجين كبير ماشي كاين المعزي كاين الدجاج كاين لي سالاد دي فريت كلشي. المهم الطبيعه بلاصه رائعه، انتوما نقلبوا لهم واحد شويه يشوفوا. زوينه زوينه من الفوق حتى لتحت كلشي، من الفوق حتى لتحت منظر واعر داكشي زوين تبارك الله. هانتوما الماء كيدوز حدا كما بارد بروديه ربيع الماء والخضره والوجه الحسن. هذه اللي سميتها الماء والخضره ياك والوجه الحسن، عرفتي ديك الشيء غزال امير رهبط الواد. المهم اميمه اختي خلعتيني قلتي لي اوريكا في الفيضان، اختي تبغيتي عندك كنت غتحرميني صراحه. الحمد لله حنا سولنا قبل ما نجيو قالوا لنا لا راه الطريق مطلوقه ما عندكم مناش تخافوا. الحمد لله ربي ما خيبناش. كنت كنقول الواد ما قطعش الطريق غير طاح السمح من الواد لا حتى حاجه. ما كانش فيضان، كان جاتو مرعدة ديال الساعة هادية كما كتجي موالفة عندهم بالعكس الدنيا عامرة. إذا كان الساط في مراكش إذا كان ديك الساط بزاف في مراكش كطيح الساط في أوروبا معروفة هادي، ولكن الأجواء زوينة عرفتي واحد الحاجة كازاوا فيما مشاو محيحين. انا كيبانوا لي كازاويين اولا البيضاوة لي فواسيغ اللي كاينين في شي كازا كنمشيو للمارتي كنلقاهم غير هما واحد 70 كيلو ديال الكازا. عرفتوا الطريق جايين كامله اكثريه لي ماتريكولاسيون ديال كازا، وكاينين وحدين اخرين ديال الرباط يعني الناس ديال كازا والناس ديال الرباط كيطلعوا هنا بزاف. انا كنشوفها حاجه زوينه كنشجعوا السياحه هكا الداخليه ياك كنشجعوها وهكا كنبقاو نزورو المناطق ديالنا. ولكن كنلاحظ ان بيضاوه كيدورو بزاف عز عليهم الدوران. قال لي عبدو حيت ما عندناش متنفس زعما بحال هكا الطبيعه والجبال وداكشي تما وحنا كنبغيو نكتشفو. حنا اختي حنا دواحات دواحات ودواحين كنبغيو نبقاو ندورو كنبغيو نكتشفو المناطق. يمكن حنا هكا دايرين. امير علاش ما يجيش حدانا؟ علاش خايف ولا بغا الدراري؟ اجي حدانا بغيتي تبقى مع الوليدات. هنا جاك الماء جاك الماء بارد بحال تقول في الكفران. اه المهم امير مصحو في لابيستي اللي هي في لوطي دابا جا هنايا قال لك والو بغى يعوم في الواد. كي جاتك العومه ديال الواد زوينه واعره علاش ما شتيش المايو ديالك؟ هذا مزيان المهم قادي الغرض يلا استمتع بقى غير حدانا. بغيتي تمشي ليها حدا الوليدات؟ يلا سير مرة مرة شوف فينا جه بارد اي جاك البرد واو الصراحة بارد مقلاصي بابا قيس بيان قلص مقلاصي صافي كلشي طايب بالشمس. كاينين الوليدات اللي هي كيلعبوا وبغى يمشي يلعب معاهم يلا تدخل شوية وسير صافي. عبدو تفججت تفججت يميكي ميك
غنبداو بالكويز ديال اتاي هو الاول. فين النعناع؟ ما قلناش لي ما يديروش النعناع، ولكن زوين مع سيدي. عم سيدي بسم الله. هاك اخويا يا سلام 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 وعاد نتغداو وسبقنا اتاي هو الاول. كيجاك اتاي زوين؟ خلي لي الزين والفنون والفن كي ولاد الفن. كيعجبك الحال كنفرح بيك؟ كيعجبك الحال كنفرح بيك؟ وشنو؟ بالصحة والراحة حبيبتي وأمور. صحة وراحة ولدي. فيفلية ماشي نعناع. عجبك؟ ولبس تريكو ديالك، لبسها ماما. مازال شويه. تتعوم يا يعني بالصحة والراحة. لبست الكستيوة مريحة، مشيت غير عاونتني واحد البنت لبستها، درت هاد البونطو ديالي، حيت كيجي زوين في التصاور، خديت تصويرات زوينين، والأجواء رائعة أختي رائعة. ألاواه هما نصحى بالجاوي داوي، ألاواه هما نصحى بالمركب عالي، ألاواه ويعبدوا يا دين الجماعة ألاواه ويغني عليهم فينا ولي. عبدو عواج انا كنغني ليه وشاف الناس كلاو الطاجين الاول وجاهم الثاني حنا باقا ما جاناش الطاجين. وي عواج وعواج يطراز كيفكر بكرشو قلنا له الطاجين ما زال صافي راه مازال نجيبو ماشي هو رجع قالك خاص واحد ثلث ساعه باش يطيب قلنا له نتسناه ماشي مشكل هضرو ثلث ساعه رجع قالك حقاش نمشي الريحه ديال الحرام يلا شكرناهم باش نجيبو الطون قلنا له جيب الطاجين ديال البقري دابا يجي كنا مكسرين ما زال ما رجعش قالك الطاجين ديال البقري انا نشوف واش كاين اشنو كاين معاه توقع انا بقى طول سلام وصافي نغني لك انت نغني لك وجدوزو اشفاء قبل ما يجي هو الاواه هما صحاب الجاوي داوي الاواه هما صحاب المتبعاني الاواه سيدي عبدو يا زين الجماعه الاواه وهذا امير مضوي القاعه الاواه 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 كديت فيا زعما قلتي انا حافظه قلتي والله ما نجلس انا جالسه والله ما نسكت ياك سكت يا موت جو زوين خلينا نشطو نغنيو اولي 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 عشتي واحد الماء الماء بارد زوين اه ما بارد دابا امير عشرة بارد اش حكى عليا باش تبردني انا نمشي نبرد شويه جيب لي الماء نبرد لا ما ماشي تغدي غير عرشلك هما الطواجن حدايا انا كما شفتهم نوريكم الطواجن فوق من راسنا ها هما الطويجنات كنتسناو غير شي واحد فيهم يوجد فوق من راسنا ها انت ما عبدو عبدو مدي يديك خذ شي طاجين طول يديك طول يديك قولي اجي اجي ما كرهتيش تقولي اجي اجي نزل انت هنايا ها انت ها اجي اجي طويجين اجي الطاجين باقي مازال معطل المهم هنايا خدينا كوتليت وشليضه باقا لي فخيته هي تعطل علينا المهم غنبداو دابا بالصحه والراحه يلا اجي اجي تغدا الطاجين باقي معطل شويه المهم غنبداو بالكوتليت هو الاول شليضه وباقي لي فخيت والطاجين حتى يجي ونشاركوا معاكم
ها التويجين ديال النجا على سلامتنا. واخا عطاك الصف. المهم هذه هي الغديوه ديالنا ديال هذا النهار. عبدو راه بدا ما يتسنانيش. عبدو ما مسطي امبوسيبل. لي فريد ولي فروي هما اللي جابوهم لنا مساكن وسطيناهم ومشاو جابوهم لينا. ما لقاش المهايه. ما لقاش المهايه وصينا على المهايه. لا شوفوا الكليسه كيفاش جات فينا. زوين الكلسه. هنا في هذه البلاصه كلشي كيجيك زوين. هذه الكلسه قبيله كيجي كلشي زوين. هادشي اللي كاين. المهم مابقيتش من نقول ولكن كيجي كلشي زوين. ياك معرفتي كيف صح عندهم المكان زوين. والله البلاصه تستحق الزياره. انا عارفه بزاف الناس كيعرفوا اوريكا يعني راه معروفه تبارك الله. ولكن انا كنت من الناس اللي ما عمرهم جاو ليها. ما عمرني وصلت لاوريكا. كنجي مرات ما عمرني وصلت ليها. يعني بغيت غير نشجع الناس اللي ما عمرهم جاو ليها يجيو ما يترددوش لانها رائعه. والطواجن فيها يا سلام. هو كي عندهم كلشي صغير. قال لي عبدو راه كيف بيوم يعني ما فيهمش. يقول له بيوم وريهم بابا قداش. اكبر وحده ديك راه كبيره قد يعني. راهي بابا هذيك اللي عندي انا ديالي انا. صغيره برك. قال لي عبدو راه كيف بيوم داكشي علاش الفواكه عندهم صغيره. ماما ندورهم تماك. وامير مسكين ما كلاش لانه داك الطير. قال لي ماما خلي بلاتي كنا كنا غير انا وعبدو هو اللي كيصورنا. هو امير ما تقلناش ما بغاش ياكل في اليوم اجي صورنا. نتغدى ونرجع لكم. صحتنا وراحتنا وصحتكم وراحتكم. جينا جانا النعاس. سي عبدو باقي كياكل في التلاح. كي جاك التلاح؟ صراحة ما نساناش السيد. قلنا ليه مسكين بغينا التلاح مشى جاب لنا التلاح. الله يعطيه صحيحته. ها السي أمير فاق صافي ما بقيتيش عيان؟ صح دار المعدة مسكين تخربقات لي مع الطريق تخربقات لي المعدة. يمكن يلاه بالصحة والراحة. طويجين صافي شوفوا كلينا منه الحمد لله وشبعنا وبقى الخير. كيشرب الماء ديال لابيسين بحال ماما ياك امير بحال ماماك. برافو. عبدو مشى ليه الصوت. دابا حنا درنا ديك القضيه ديال التغدا وتمدا مع الصوت ديال الواد. الدنيا غزاله ما شاء الله. كنقول ما قطع الحس انت راه. كنقول انا لا قطع الحس هو راه كيتسنى غير الفرصه باش ضاني. خذي راهي شنو عطيتيني وحده مني في يدينا كيشوفها مخرفه. خذي هذه خذي مولا شحال فيها بلاك. انت انا بغيت قول بابا كيعطيك وحده. لا خذها انا عبدو حرام عليك. شحال فيها اربع انت ما تاخذ وحده وحده انا ناخذ جوج. كان قاطع الحس. واش درتي لي بحال موتى ديال سبق الزيت. سبق الزيت ملي كضربي كيدير راسو ماس كيقطع الحس. غير كضربي دويره وكترجعي كتلقاها. انا حاضر كيدير مشى واحد المتر. انت كتشوفي في التليفون ما بغيتيش ولا لا ماشي هكاك حيت انا كنتيق في ديرها في الامان. انت دابا غدرتيني شوف سميتو الغدر. شوف هاي دابت لك الكوشي دابا سميتو الغدر دابا دابت عطيني كيتي كامل يحفظ الله. انت وجوج نخلي جوج نتوما واحد واحد. جوج ضامن خليك تنعس. عندك هادي ولا انت اللي عندك هادي؟ المهم كنرتاحو شويه. صراحه كنت انا متكيه واحد الشويه صافي جابو لنا التلاح. كريت التلاح وفقت عيني نعس واحد الشويه صراحه. ديك لعبتو الجو ديال النعاس كريا مكاينش النعاس. بلاصه زوينه زوينه ياك عجباتك. راح نفسيه الواد اللي عندي ليه الصراحه. الناس ديال مرات اجيو تفزو اجيو تبردو في اوريكا. انا عرفتي ماما هاد البلاصه اوريكا بارده بزاف بزاف بزاف. الماء ديالها بارد الجو فن مخزاد. ما انت تكون بارد حتى تبدا يسخن شويه. صراحه عندكم متنفس رائع. سمعتي بابا تيسخن وشي برد وتيسخن وشي برد. ما حد ما بيه بابا نمشي نتخشف الماء لان خليك ماما قريب ليا. خليك قريب. سميتو؟ بابا عيشور. شوفوا شوفوا بابا عيشور يا اختي يا اختي يا اختي بابا عيشور. شنو هادشي ماشي بابا عيشور ما شنو كيقولوا ليه؟
هذاك اللي في اكادير شنو هو؟ بوجلود ولا شنو لا؟ ماشي هما هادو؟ نيري شنو دايرين؟ نيري شنو دايرين؟ بابا عيشور اللي بغى الكرا اللي بغى الكرا يكري اللي بغى الشرا يشريه ايوا ناشط زيد ناشط عرفتي شحال صورت لكم في الطريق لانني ما سخيتش بغي وما سخيتش طريق رائعه الطبيعه هنا غزاله واخا الجو ما مناسبش شويه الجو شويه مخربق كاين العجاج ولكن الاجواء زوينه اه كاين الصراحه كاين العجاج غير دابا اما فاش جينا كان الجو زوين ما سخيتش من التصوير لان الطريق غزاله كيف ما قلت لكم وفي الواقع اكثر وصلنا لاير دو روبور ناخذ كافي ما عرفتش قلت لكم بعدا واش دينا طريق لكازا المهم حنا شدينا طريق لكازا حيت تما في اوليكا ما قلتش لهم ما بقاش تصور حتى عيا جيت نتكي شويه في الطوموبيل انا نعست انت نعستي انا كنعس غير شويه كونسير المهم عبدو تما خاف من الجو حيت الجو كيتقلب وصافي دوزنا وقيته زوينه قال لي شنو باين لكم باش نرجعوا لا ما طلعش بزاف غير حيت طاحت الشتا صافي ايوا صافي شدينا الطريق جينا دابا ما عرفتش شنو دابا اخذ غوب ما عرفتش شكون هي فيهم هادي رجعنا لمراكش من تما شدينا الطريق لكازا غناخذ دابا غير قهيوه حيت عبدو جا هنا قال لي نوقفوا نرتاحوا شويه قربنا شتي فين فطرنا هنا اونفاس معاه ايوا صافي شي اللي 100 كيلومتر ونص لا باقي كثر 100 كيلومتر كثر ما 100 كيلومتر خلاف ساعه بكثر هادشي اللي كاين مهم نشربوا قهيوه وعاد نكملوا الطريق ديالنا الى كي دايرين لاباس عليكم كي صبحتوا هذا النهار الثاني صباح النور كي صبحتي كي دايرين بخير كي درتي مع الطريق صافا الحمد لله ماشي مزيان المهم البارح حبسنا التصوير باش نقول لكم حفظنا الله الحمد لله والشكر لله دوزنا نهار زوين في اوريكا او لا نص النهار يعني في العشيه ما عقلتش باش وصلنا وصلنا العشيه مع وقت الغدا تغدينا وبقينا العشيه ثلاثه هكا الحمد لله دوزنا وخيطه زوينه ولكن تخلعنا في الطريق ملي كنا راجعين انا بديت كنصور لكم شويه كان بحال الماء كان قلت لكم طاحت الشتا بزاف الطريق كامل جايين كيعيطوا لي لي زامي كيعيطوا لي ماما خويا كيعيط ليا كيقول لي راه كاين الفيضان رجعي اوريك اش كديري تما عسو تخلعوا بزاف بزاف بديت كندخل الاخبار وكنشوف حنايا واصلين قربنا نوصلوا لكازا مع ديك 12 ونص ياك كنشوف ان طاحت الشتا يعني كاينين لايحين فيديوهات ان طاحت الشتا بزاف ان فيضانات شحال من حاجه طاحت الحمد لله عرفتو انا لصقت عبدو باش نباتو تما وهو يعكس قال لي ما نباتوش قال لي صافي ما ارتاحيتش بان لي الجو ماشي هو داك قال لي شوف ما ارتاحيتش اما نرجعوا نباتوا في مراكش واما نشدوا الطريق قلت لي انا مراكش صافي ما بقيتش غادي نبات فيها صافي شدينا الطريق الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير زعما حفظنا الله دوزنا وقيته زوينه ما ندمتش عليها ولكن في لوغوتور تخلعت مع ماما مسكينه كانت مخلوعه كتعيط ليا قلت لها مشيتي لديك البلاصه الناس راه هاربين يمكن مشيت لديك الدرجه ولكن داكشي اللي بان في الفيديوهات اكثر ياك حنا ملي مشينا كان داكشي كالم كانوا الناس ديال المنطقه مرتاحين واش داكشي وقع مني جينا حنا اولا الناس غير زادوا فيه الفيديوهات والله ما عرفت هي ديك المناطق هكا كيكون الجو عادي كيكون تقلب ياك المهم حنا حفظنا الله الحمد لله كان فاش كنا جالسين كان الجو مزيان غير كان شويه ديال العجاج صافي نبدنا مشينا في حالاتنا المهم دوزنا سفيره زوينه ولكن مرت شويه في الطريق راني قلتها لكم قلت لكم انا ولا حنا اون جينيرال ملي كنكونوا غادي كنكونوا فرحانين ومتحمسين باغيين فوقاش نخرجوا من الدار ولكن في لو غوتور ملي كتكوني راجعه كتكوني عيانه شد مش عشان تحمرت وليت عزيزتي ديال بصح عبدو حتى هو تحمر شوف كثر مني امير شو انا هنايا مع البوركيني لا تخاص امير حتى هو الحمد لله داز كلشي مزيان ولكن كيرجع لك العيا ولا فاتيك راكم عارفين بغينا غير فوقاش ندخلوا للدار داكشي علاش مابقيتش كنصور لكم حتى حاجه دابا كنوجدوا الفطور ديالنا قلت لعبدو حتى الصباح ونكمل لهم فيديو نشارك معكم الفطور ديالنا وغنمشي نرتاح حيت انا مريضه ياك شكون غيدير الغدا انا عبدو اللي غيدير الغدا حيت هو بغى يدير الغدا حيت انت اللي بغيتي دير الغدا بغى يشارك معكم اللحم بالبرقوق انا قلت ليه زعما نصوبوا اللي بغوا شات ولا سلطه قال لي لا غير خلي كالسه حيت شافني عيانه البارح جيت عيانه من الغدا ديال اوريكا ما بقيت كلي حتى شي حاجه دابا غنفطر ها الفطور اللي صاوب لينا السي عبدو احسن من ديال لوطيل ياك عبدو بدا اتاي جديد شوف دابا هو كل حاجه ديال الدار كتكون عندها بنه احسن من ديال برا بصح
ممكن اكثر يدير فطور كله بيوم، ما فيش اش حكيت خيام فيش كيصوبوا هاد الخبيزه، كيصوبوا الخبيزه زوينه باريزيان ياك، داك باريزيان اللي كيكون بقى كيديروا في المقيله. واحد المره داروا لكم في الفيديو كيديروا مع الحليب والبيض ياك، كيجي رائع. ديك المقله اللي ما كتلصقش كيقطعوا، شوف كيجي زوين وما كيتقاش في الزيت، كديروا شويه الزبده في المقله، غير شويه الزبده صافي، بالصحه والراحه. ها انتما يا اختي الفطور. المهم انا عندي اليوم روبو، عبدو اللي غيصوب اللي صوب الفطور وغيصوب الغدا، انا غنرتاح حيت الطريق كامل انا صايقه ياك. الطريق كامل انا صايقه، اييه الطريق كامل انا صايقه، اييه انا اللي خصني نرتاح. يعطيك الرضا. الله يعطيني الرضا. ويجي عندي في لافاليز تقريبا كلشي موسخين، نحيد كلشي اللي يحطبن، غنعزل غير البيض من الالوان. راكم عارفين الروتين من بعد السفر، نرجع لي بخودوي لبلاصتهم، نقاد شويه الدار، داكشي اللي كاين اليوم. ما غنشاركش معكم الروتين ديال التنظيف هكا، تنظيف المنزل. غنخليو ثاني الفيديوهات الجايه ان شاء الله، نبداو الوصفات الصيفيه واقتراحات، نبداو الفلوغات اليوميه. كنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وخليتكم على خير بخير. باي باي. صح يا اختي، اختي 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 اختي، شوف شوف صح شي حاله يا اختي اختي اختي، صح الله، شوف شوف مسكين كيبغي لي يحك لي كتفو. يا اختي اختي اختي، اشنو اش بغيتي اش بغيتي اش بغيتي؟ عرفتي البارح ملي جينا كيدير لنا هكا براسو بحال اللي كينطحنا، كيبقى كيتحنن فينا. شو بغيتي؟ بغيتي صبريتي 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 بغيتي توحشناك، صحنا توحشناك، ولكن ما يمكنش تمشي معانا، ما يمكنش. الله، السلام عليكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.